يلا عبد الحق، يلا عبد الحق، وين جاي؟ وين جاي عبد الحق؟ وين جاي؟ وين جاي؟ وياك عزتين ياك، وياك عزتين، ويوز هاتي خدمك جايز، هاتي نيوز ريشوت، هادو ريشوت، هادو ريشوت، عمر الله تعالى وبركاته. اولا قبل كل شيء كنقدم لكم الشكر الجزيل السيد الحبيب بوكعيبه على الحضور ديالكم المستمر، وكنقدم كذلك الشكر للجنه المنظمه، لحكام المباريات، وكذلك الناس اللي جراو معنا من قريب او من بعيد اللي قدموا لنا تضحيات. يعني جميع الناس كانوا في المستوى. انا كعضو وكاتب جمعيه قمسه للتنميه كنشكركم، وكنشكر الجمهور الكريم على الحضور اللي ضاف واحد اللمسه خاصه لهذا الدوري، هذا يعني الاول من نوعه، يعني ضم 16 فريق، وهذه هي بادره موفقه قامت بها جمعيه قمسه للتنميه. بالنسبه ك 16 فريق هذه اول مره كتقام، وكذلك كنشكر رئيس الجمعيه السيد حسن وعزيز وكل الاعضاء باسم جمعيه قمسه للتنميه. كنشكر الفرق المشاركه اللي قدموا مباريات رائعه وكانوا في المستوى وعلى الروح الرياضيه ديالهم. بالنسبة للدوري الدوريات كانت الجمعية قمسة من السباقة اللي قامت بدوريات في جامعة قمسة، وكان وعدوا الجمهور الكريم أنه غادي يكون دوري إن شاء الله، غادي يكون دوري إن شاء الله في الصيف، يعني في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها جمعية قمسة للتنمية في الصيف، يعني في شهر غشت احتفالا بعيد الشباب. دائما ما كنديروا أنشطة رياضية ثقافية وفنية، وإن شاء الله كنوعدوا الجماهير بدوري آخر يعني في نفس المستوى بالحضور ديال الجمهور. وشكرا جزيلا لكم السي الحبيب بوكعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف فرج عميد فريق تزرده، نجوم تزرده. كنشكروا اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها من طيله المباراه الدوري الرمضاني اللي نظمته جمعيه قمسه للتنميه. كنشكرهم واحد بواحد، وكنشكروا الجمهور حتى هو وجميع الاخوان اللي ساندونا من الاول حتى الاخر. تحياتي لجميع الاخوان والسي عمران اللي ماركا لنا الهدف التأمين في المباراة، والأجواء كانت جيدة صراحة الله، وتحياتي لكم جميعا. اسمي عمران فراز، لاعب تزر الضغط، نجوم تزر الضغط، الرقم 7. المهم كنشكر فريق نجوم تزر الضغط، وكنشكر الشباب، وكنشكر الجمعية اللي نظمت هذا الدوري الرمضاني. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عثمان عمار أحد حكام الدوري اللي شرفت عليه جمعيه قمسه للتنميه. من هذا المنبر هذا كنشكر جمعيه قمسه لان خلقت لنا بحال هذه الاجواء الرمضانيه، ومن هنا كندعو جميع الجمعيات اللي كاينه في جامعه قمسه ولا خارج جامعه قمسه باش تحيي بحال هذه الحفلات الرمضانيه وتشجع شباب المنطقه باش يكون واحد الجو من الاخوه والجو من التعاون في هذا شهر رمضان.